انا ايه عشان دوركم الثاني ما شاء الله شباب. والله راح تشخص واجيكم والله. اول شيء اول شيء طبعا يا شباب احنا بدينا معاكم من الصفر، ما راح نقول من الصفر بس بدينا معاكم من زد رصيدك السادس في فقرة دراما، وتواجدكم كأسماء رائعة جدا قدمت وأضافت شيء الكثير. شاركنا أيضا أعضاء لجنة التحكيم حقيقة أسماء رائعة جدا، أعضاء في لجان تحكيم في مهرجانات دولية وخارجية، مؤهلات أكاديمية، كل هؤلاء حضروا طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لأجل تقديم المعلومة لكم أنتم عشان تستفيدون منها. أنتم مشاركاتكم حقيقة المميزة والجميلة وعطائكم رغم كل أكيد التعب والظروف اللي قاعدين نشوفها من الشباب، إلا ما شاء الله أنها كانت فعلا ساهمت في أنه جميعنا حقيقة العمل الجماعي دائما هو مفهوم رائع بصقل هذه المواهب الرائعة وتقديم أعمال مميزة استفدنا منها من البداية لحد ما وصلنا الآن. تقرير يحكي فقرة دراما في زد رصيدك ستة، نشوفها مع بعض. سلام عليكم، كيف الحال؟ هيا هيا هو بنحكي لكم قصة، قصة الأطفال الأربعة. حبايبنا اليوم اللي مشاركين معانا ولا سحيم، شو رأيك في المشهد؟ والله إيه؟ مبدعين وعجبوني. أليفون يا سلام، هذا الشيء متطور أكثر بكثير من المرة اللي راحت. وش رأيك في السنافر؟ والله مبدعين جدا، مو بحسين بلبس أنه من مخلوقات الله، من هنا نعلة ومن هنا سيارة ومن هنا بوري ومن هنا رصيف، في خامات جدا رائعة أحس إنه ما استفدتوا منها. أنا كل شوي آخذ نظرة على الطفلين. أنا عندي فيتامين سين شين صاد، ما أدري هم يقول فيتامين. سلامات سلامات، واحد ما يعرف يرقد يعني. حقيقة أنا في وجهة نظري إبداع 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 حقيقة. أوه لقيتها واسطة، أبي واسطة. يا الله يتمت أطفال بسبب بسبب كم قرش؟ كان في عفوية في الأداء، البداية تشعللت. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا والله لا جابوا العيد الشركة، دمرونا 25 قضية. كان ودي بس يكون الولد التاجر يكون واضح يوضح أكثر إنه ولد مرفه ينم على إنه في حس في استعدادات للبروفات وهذا شيء إيجابي. وظيفة؟ إيه. هذا كله أنت؟ إيه. والله نعم التربية. الله يعطيكم العافية، رايعين. الله. ايش فينا كذا بطيئين؟ من وين اجيب؟ ما معي فلوس يا اخوي، توكل على الله. من وين اجيب انا يا ابوي؟ رجعنا للارض، رجعنا للارض. نمشي ترى. استاذ كيش والله نروح معكم والله. ما في الا ثلاث كراسي يا حبيبي. فكره جميله ونقطه ايجابيه كانت موجوده عندكم اللي هو استغلال الديكور. اتممت حفظ كتاب الله فابتهجت. ولو ابو صالح يربي بكل ما يتناسب. شباب انا ودي اعرف اللي فتح الباب وسط المشهد يطلع. سلامات، فكره جيده. انا ودي نقفل المشهد بدون ما يقول الممثل احنا انتهينا. هلا يا هلا يا اقرب اقرب اقرب، تعال بيك تعال بيك. من عقب ما هم في صدر مجلس الرجال صار الردي ياخذ مكان التكانه. فكره مره ممتازه، في تناغم وفي عمل جماعي. لا مكان نتمشى فيه ولا شيء زين. سلام. محمد امن الوطن دونه ما افتلسناه، بدونه جنود صامدين صمودي. اتعبوا على الكتابة، لازم تكون مقنعة تماما. ما نبغى نتأخر اليوم، الله يعطيكم العافية. خير، بسم الله عليك. ما تشوف شر، شو ما في العافية. بسم الله عليك. ما قصرتوا، كان في تداخل في الأصوات، الإخراج كان جيد. شايفينه بعيوننا بعيوننا. طيب يا عبد الرحمن الزايد، عشان يكون أجمل المفروض أن الممثل ما يغطي على الممثل الثاني. الفكرة جدا ممتازة. السؤال توظيف الشخص اعتقد له دور كبير في رفع ايقاع العمل. يا وجه النكبة، مصيبة. يدخل يسعد منه. اهو انت خابر الرجال اللي رفسته قبل اسبوع. هلا بالزين. هلا والله انت. هلا والله بالزين. يعلني ما بتيك تبونا انطق كذا. الله يحييك. وين المقطع؟ طلع المقطع، طلع المقطع. وش مقطع؟ طلع المقطع. امشي امشي. كان مسيطر وجوه، دخلت شخصية ثانية واخذت الجو وكل واحد يعني يفرش للثاني. في واحد كان بيدخل قبل ما يبدا دوره. يعني ظروف الشباب احنا نقدرها. اذا كان عندك فكره حتى لو طرحت في مكان ثاني انه تطرحها بطريقتك الخاصه برؤياك الخاصه. انكم مضحك يا سيدي. نعم نعم، دخلت تنظف جيدا. وصدت الحيوانات من جميع الحيوانات، من جميع الحيوانات السمكيه والقرشيه والهوائيه. من انت؟ انا الفتى الصغير. انا اكتب شعر اصلا، وانا اصلا اعلامي، والمسرح ترى اول مره. بكل أمانة يعني أسماء مواهبنا يزخر فيها الوطن في المملكة العربية السعودية. شكرا لكم،
كان توظيف الملابس جميل. أنا ما شفت الجو البدوي هذا بتاتا. خلينا نشوف المشهد الثاني ونشوف بعدين بعد كذا. خصم 25. اصبر لسه يا شرتو. انت اللي ما تعطيني فلوس. انت ما انت اللي ما تعطيني فلوس. بس بعطيك الفلوس. الفلوس معي يا ولد. يا ولد الفلوس معي بعطيك اياها. قناة بداية الاعلام المحافظ والهادف. كفو كفو. الله يستاهلون. تصفيق لكم انتم عراف. واحدة واحدة واحدة. اوكي ناخذ تعقيب الشباب اللي كانوا نجوم على مسرح زد رصيدك، وهؤلاء اللي نفتخر فيهم في سماء الاعلام الهادف. قناة بداية قاعد تقدم نماذج رائعة وإيجابية تساهم في رسائل كبيرة في المجتمع. هذا التقرير حكى جزء بسيط، ما بالكم عاد المبادرات والجوانب الإيجابية. كم كبير حقيقة من الجوانب الرائعة جدا في سماء هذا الإعلام الهادف يقدمونها. أبدأ معك أستاذ عمر الملحم، تفضل. الله يمسيك بالخير. و يعني أنا من الناس اللي بدأت في مسألة الدراما وما الدراما، وأنا أول مرة أدخل مسرح بصراحة، فتعلمت كثير. كانت في انتقادات في البداية، يعني حتى أني ذكرت هذا الموضوع سابقا، قلت وأنا عارف أنك ما راح توافق على هذا الموضوع أو ما تتمنى يطرح. أنت كنت تجلس معنا تحت الهواء وتعلمنا وتنتقدنا وتوجهنا للتوجيه الصحيح. فهذه الفقرة أنت والأخوان يعني متجددين دائما، فشكرا لك. ومهما صراحة قلنا من كلام جميل عن الفقرة أو عنك أنت شخصيا أو عن الضيوف، والله ما راح نوفق حقك. فيعطيك ألف عافية، تعلمنا منك والله الكثير. الله يحفظك. الله يحفظك عمر. الله يحفظك يا عمر، ألف شكر لك حبيبي. تفضل حبيبي بن دفنة. طول عماركم وجزاكم الله خير. أنا صحيح مثل الرجال، أول مرة أطلع على مسرح وأول مرة أمثل، ما أدري إذا تطورت ولا ما تطورت، والله ما أدري، عاد العلم عندكم هذا. لكن أقول شكرا لك يا خالد الباز، وأشكر اللجنة اللي موجودة اللي سابقا واللي حاليا، كلهم طول عمارهم سعوا في نجاح المسرح عندنا وسعوا في تطوير بعض الحركات عندنا، ويمكن التغيير إن شاء الله أنا جذري. صح جذري؟ إيه. نعم. وعلى العموم شكرا لكم كلكم. الله بس هذا اللي عندي. يعطيك العافية عمي، تفضل مثله. صفقوا. شكرا أول شيء يا بن دفنة، ألف شكر لك حبيبي. الله أول شيء يا أبو محمد، أنا والله أوقف لكم تصفيق لكم يا علم الله. الله يحفظك. أول ما جيت طالع عماركم في أيام المشروع كنت شوي مرتبك. كيف توقف تصفيق؟ عقبها يا طويل العمر بعد ما يا ولد الله يقلع بيش كسفك. لا انا الله يقلع احتراما ويصفق. خلاص وقف تصفيق يا خلاص اسكت يا اخوي حبيب قلبي، تفضل. عادي عادي الرد جاهز يا عبد الله. فبعد ما طلعت على المشروع الاول، الله يلخبطك ان شاء الله، اسكت يا ولد ارجع لك يا مفلح. اذا لخبطت اول ما طلعت على ايام المشروع كنت شوي مرتبك، بس الحمد لله عقب ما جات الدراما اللهم لك الحمد راحت ربكه. واشكرك يا خالد الباز، الله يبيض وجهك، والله انك تتعب معنا توقف معنا، والله يجمل حالك انت واللجنه المنظمه. الله يعطيك العافيه، شكر. كيف تصفيق تطور ما شاء الله. كلكم شكل مختصر. ابشر 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 ال زايد. الله يبيض وجهكم ويكتب اجركم على كل اللي قدمتم لنا. عبد الرحمن. يس ما غلطت. صراحه انا من الاشخاص اللي استفدت في خشبه المسرح هذه بفضل الله ثم فضلكم. الكلام يعجز اني اقوله عنكم، الله يبيض وجهكم ويسعدكم. الف شكرك حبيبي لك، تفضل حبيبنا محمد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. خلال الاسابيع الماضيه اللي توالت فيها فقره دراما، يمكن في البدايات كان عندنا تمللنا، أنا أتكلم اللي ما هو هاوي مسرح يتملل، بس لما توالت الأسابيع رأينا تطور ملحوظ حتى في أنفسنا. أنا أتكلم عن نفسي، أنا تطورت تطور ملحوظ ومتصاعد بدءا من تمثيل دور تراجيدي وبعدين كوميدي. الأسبوع القادم اللي بعده استفدت من موهبتي في الصوت، الأسبوع اللي بعده مثلنا أن احنا قطاوة يعني يعني إيه معلش يعني مصارت على قطاعه. معليش معليش قاعدة تتوالى الشخصيات وتتوالى الكاركترات. أحسن. وهذا تطور في شخصياتنا، والآن أنا أعتقد أني وصلت مرحلة جميلة جدا في المسرح، وإن شاء الله تطور أكثر. الله يحفظك حبيبي، شكرا لك. ألف شكر لك. فارس البشيري حبيبنا،
بس يعني لا تحاول انك لا لا انا اشوف بقول لك شيء، انا كلامي مو مرتب ابدا، يعني يحتاج ان واحد يرتب كلامه. يصل يصل من القلب من القلب. شكرا لكم والله، يبيض وجيهكم. احنا في زد فرصتك ابغى شينا، كل شخص له موهبه، مثلا انشاد شاعر ذا، في ناس طلعت مواهبها اللي هي التمثيليه، يعني مثلا منيف شاعر حلو، وصالح منشد، محمد عثمان مقدم، ما شاء الله طلعوا على المسرح شيء ثاني، يعني مبدعين جدا مبدعين. فأنا اللي بقوله يا أبو يا خالد، الله يبيض وجهك ويجمل حالك، قدمت مواهبنا بشكل جيد، والله يبيض وجهك، واستفدنا منك الكثير. أنا من الناس اللي جيت قلت لك أنا ما أعرف، وللأمانة أنا ممكن طلعت على المسرح قبل كذا صحيح، بس أنا ما أعرف الشيء اللي يعني فيه ممكن يميزني. قلت لي لا سوي كذا سوي كذا سوي كذا، فالله يبيض وجهك ويجمل حالك، وانتقادكم أنتم لنا ترى شرف لنا كبير. الله بالعكس ترى ما يكذب، يعني يكسرنا وينقصنا، بالعكس يزيدنا ويعطينا معنويات عالية، وشكرا لكم. واحدة واحدة واحدة، كلامك مره مرتب، اعطيك العافيه، تسلم. في احد يحتاج يرتب؟ تفضل راشد. لا صح عليك ناخذ حبيبي صالح، ما انتبهت لك والله، تفضل صالح حبيبي. تفضل. اول شيء الله يعطيكم العافيه، ما قصرتوا من اول يوم في زد رصيدك الى الان وانتم تتعبون معنا، الله يحفظك. انا اعتبر خشبه المسرح الصغيره هذه اكاديميه مصغره للتمثيل، يعني استفدنا منها الكثير. فمثل ما قال فارس، اغلبنا يوم جاء امانه ما له في التمثيل، وغير انها تخدمك في التمثيل، تعطيك ثقة في المسرح، سواء كنت مقدم أو منشد أو شاعر، تعطيك بغض النظر عن التمثيل ثقة مسرحية، تعطيك حتى من الأشياء اللي ما كنا ننتبه لها أنك ممكن تعطي جنبك للجمهور، تعطي ظهرك للجمهور، هذه الأشياء كثيرة استفدنا منها. وغير كذا في أشياء يمكن الناس ما يعرفونها، خلف الكواليس اللي تتعبون تطردون ورانا شباب، بروفات دراما، سووا كذا سووا كذا، اكتبوا، تعلمنا الكثير للأمانة، تعلمنا الكثير. واللجنة المقيمة ما قصروا، يعني من الناس كانوا ينتقدوننا يمكن تحسس في البداية شوي، لكن في الأخير اكتشفنا أنه مصالحنا. أحسنت يا صالح، فكل الشكر لكم وللجنة وللإعداد ونايف الجعيدي والشباب اللي معه اللي وأحمد الداود، الشباب كلهم اللي طاردون ورانا في الليل عشان مصلحتنا. أنا شهد يستاهلون حقيقي، يستاهلون قوة تحية. تفضل راشد عشان بنختم خلاص. أول شيء بيض الله وجيهكم وجمال الله حالكم. البعض منا داخل برنامج اساسا على اساس انه ممثل. بعد توجيهاتكم وانتقاداتكم اكتشف انه من قبل كان التمثيل بوادي هو بوادي، والان ماشي على الدرب الصحيح، فضل الله ثم فضلكم. وغير الممثل اكتشف فيه، اكتشف بنفسه موهبه التمثيل بفضلكم. انا احب اقول كلمه عنك يا ابو محمد ولا يهنون الربع، انت والله العظيم من زود ما انا اشوفك قامه اعلاميه وجباره في هذا المجال، انا اعتبرك قدوه. الله يحفظك. اخراج المسرح والله راضي والله راضي. وانا ما انسى كل مره بعد كل مسرحيه اجيك اقول ابو محمد وش الملاحظات وش الانتقادات كذا، لاني ادري اي كلمه منك تسوى، يعني تكتب ماء الذهب وتعني لي الشيء الكثير وراح تفيدي بالمستقبل. فالله يبيض وجهك وجه كل شخص حضر باللجان السابق واللجنه الحاليه. الله يحفظك وعز الله لك، ما قصرتوا فينا. مشكور يا حبيبي راشد، الف شكر لك. محمد تفضل. الله يعطيك العافية، ما فيها شيء، خلود خلينا نشوف محمد. محمد المسعود شباب، ها يعطيك العافية استاذ خالد. الله واقول بيض الله وجهك. الله يعطيك العافية. واخواننا ايضا لجنة التحكيم سم، اللي راحوا واللي موجودين الله يبيض وجيههم. انا اعوذ بالله كلمة، انا دخلت كمنشد وانا اقول بيض الله وجهك انك الله طلعت الحس التمثيلي اللي فيني. الله يعطيك العافية. يعني انا صرت الان ابي ادخل مثلا الدراما بشغف، واشوف مثلا الدور اللي انا فيه النص. انا حتى اليوم زعلت على العيال شويه، الامال التمثيل انت والشباب كلهم ما شاء الله. نعم في نعم. اشياء اكتشفت في العيال كلهم ما شاء الله تبارك الرحمن، واقول بيض الله وجهك ما قصرت. الله يحفظك وجد، يعني لك الفضل بعد الله الشباب انك اكتشفت مواهب العيال دي كلها. شكرا. الله يطول بعمرك. الله يحفظك. شبيهي شبيهي تفضل. هلا وشبيه. اول شيء شكرا خالد الباز. الله يحفظك. شكرا جميع اعضاء اللجنه اللي كانوا حاضرين معنا. الله شكرا لانتقادهم لنا، توجيههم، استفدنا منهم كثير. أنا أفتخر أني أكون على مسرح وقدامي أحد كبار المخرجين بالمملكة العربية السعودية، أستاذ خالد الباز. الله يحفظك. عراسي وكيرش عراسي. شكرا حبيبنا، تفضل حبيبنا بندر. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أولا يا خالد، أنت قلت بدينا من الصفر، أنا إذا فيه تحت الصفر ترى هنا. والله العظيم رغم ضعف الإمكانيات على المسرح ذا، إلا أن يعني تعلمنا أشياء كثير منك. الله يحفظك. أنت أعضاء اللجنة الحالية والسابقين، الله يعطيكم العافيه، والله ما قصرت، يكفي حرصك علينا تجي اخر الليل وتوجهنا توجيهات كلها لمصالحنا. بيض الله وجهكم ولا قصرتم. شكرا حبيبي بندر. تفضل حبيبنا سعد سباعي. اول شيء بيض الله وجهك اخوي خالد، ويعطيكم العافيه اللجنه. الله يحفظك.
الشيء اللي بأذكره أنا يوم دخلت البرنامج ما كان عندي قناعة 1% أني أنا ممكن أمثل. حتى أيام الدراسة كانوا ينادوني المسرح كنت أرفض تماما، ما كنت أشوف نفسي في التمثيل. فهاللحظة هذه أنا الأيام هذه أنا وبعض من الشباب جالسين نتدارس موضوع المسرحيات بعد البرنامج، ممكن نسوي مسرحيات، ممكن أحسنت. يعني بعيد عن الشعر والإنشاد وكذا، جالس أفكر في المسرحيات. أحسنت. الشيء الثاني بعيد عن التمثيل، أنا تعلمت حاجتين من الدراما. أولا الانضباطية، الثانية الاحترام المواعيد والوقت. الشيء هذا وأنا أعتقد كل الشباب يوافقوني عليه، تعلمنا احترام الوقت والانضباطيه بشكل كبير. وبيض الله وجهكم على ما تقدمونه ويعطيكم الف عافيه. الله يحفظك حبيبنا، الف شكر لك حبيبنا سعد، يعطيك العافيه. بختم في اعضاء لجنه التحكيم وكلمه اخيره حبيبنا فهد العصفور، تفضل بشكل مختصر. بجيك يا مجيد ابشر من ايمن. والله اول شيء انا صراحه اتشرف في ان نطلع مثل هذه القناه، الصرح العظيم هذا، القناه المحافظه مع الوجيه الطيبه بيض الله وجيههم. بالعكس كل مره يقدمون شيء جميل، وكل مره صراحه يفاجئونا بالاجمل. جميل. وما شاء الله الاداء التمثيلي كل ما شاء الله يتطور من اكثر لاكثر، وان شاء الله راجين انهم ان شاء الله بعد البرنامج مثل ما قال مالك بعد البدايه شباب ان شاء الله في اول اعمال قريب. والله نتمنى بالعكس صراحه طاقات جدا جميله في التمثيل، ونتمنى انها صراحه ما تضيع، يعني نتمنى انها تستمر في البرنامج. كنت اتكلم مع بندر يعني العمل اللي كله فيه، فمختار تقريبا يمكن مجموعه كبيره من الشباب، انت فهد ايضا، اغلب المخرجين اللي جو كلهم يقولون نبغى الشباب، اختار انا جهد يتسابقون عليهم عشان ياخذونهم بالمشاركه. يعطيهم الف عافيه، بالعكس طاقات جدا جميله والله. حبيبنا بندر، انا صراحه حاب اثني بالشكر عليك استاذ خالد وعلى الاخوه في الاعداد والفنيين في الصوت، والشكر ايضا لكل المتسابقين. كنت تحملونا شوي، كنا قاسين في بعض الاحيان، لكن لأنه في مواهب وفي جمال، وإحنا ودنا نشوف يعني الأفضل منهم، ننتظر الأفضل منهم، وهذه خطوة أولى يعني المستقبل أمامهم إن شاء الله، الله يوفقهم. الله وحتى بس مو في المسرح، حتى في المنصات الثانية في مواقع التواصل، يعني الله يوفقهم يعني في كل أعمالهم. آمين. شكرا لك. أمين. أختم آخر مشاركة عندنا في عند حبيبنا عبد المجيد الفوزان، تفضل حبيب مجيد. الله يحفظك. جزيل الشكر لأنك أنت أحد أهم الأسماء اللي ترسم عليها شاشة المسرح السعودي. الله بصراحة يحفظك. الله يحفظك. وشكرا لقناة بداية اللي اختارتك أنت، وأنت اخترت قناة بداية عشان تمثلوا لنا هالفقرة هذه بالطريقة المميزة. بصراحة يعني أقل شيء استفدناه من هذا المكان ومن هالفقرة هذه أننا عرفنا أخطاء المسرح، علما بأنه هذه يدرسونها دراسة. صحيح. أنتم علمتونا أنه إيش اسمه ما تعطي الجمهور ظهرك، الصوت، التناغم، التقاطع، كل هذه الأشياء. وأتوقع حتى أنتم معنا الآن بالبروفات اللي بالحفل النهائي مرتاحين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتعليماتكم أنت يا أبو محمد ولجنة التحكيم. شكرا الله. جزيلا لكم بحج السماء وبركاتكم. الله يعطيكم العافية. وإحنا والله يا شباب دورنا طبعا رتويت لكل كلامكم، الله يعطيكم العافية. أنا والله بكل أمانة عن نفسي أشكركم، أنا أقول يد واحدة ما تصفق هذا الجهد ما قدمته لحالي، قدمته مع أعضاء لجنة التحكيم، قدمته قبل كل شيء بتوفيق الله إخواننا في القناة الله يعطيهم العافية، في الإدارة، في جميع من أعطى ثقتها لهذه الفقرة، إخواننا فريق الإعداد، المخرجين، خلف الكواليس، جنود مجهولين يقدمون عمل متكامل، وشيء والله فعلا نفتخر فيه بهذا الصرح الإعلامي الكبير. أشكركم أنتم بكل أمانة شباب، أنتم فعلا والله طاقات رائعة، تشرفت فيكم، وأيضا سأتشرف بأنه أخرج مسرحية الحفل الختامي معاكم إن شاء الله، مسرحية جد رصيدك. شكرا لكم، وأتمنى إذا تسمحوا لي بس تقبلون هدية بسيطة حلا نقدم لكم. تستاهلون يا شباب، تستاهلون. شباب عشان اعلن خذوا حلاوه وبعدين اعلن. يلا شباب بسرعه، اول موقف، اول اعلان، تاخذ الاول. يلا مجموعه سم يا شباب، مجموعه عبد المجيد الفوزان يمين، والمجموعه المسعود يسار. بسرعه بسرعه شباب، والمجموعه الثالثه هنا، المجموعة الثالثة هناك. يلا المركز الأول طبعا، في أنا مصور النتيجة عشان كذا، تفضلوا.